أشاد العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها منتسبو مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات في إنجاح معرض ومؤتمر البحرين الدولي الأول للدفاع. هذا وقد استقبل العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بحضور الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوات الحرس الملكي الخاصة، الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، وعددا من منتسبي المركز، حيث قدم سموه الشكر والتقدير لرئيس ومنتسبي المركز على ما بذلوه من جهد وعمل دؤوب ساهم في إبراز صورة مملكة البحرين على خارطة الدول العالمية المتميزة في تنظيم مثل هذه المعارض والمؤتمرات النوعية المتخصصة في المجالات العسكرية والأمنية. وقال اسمه إن العمل الذي بدأ منذ فترة طويلة للتحضير للمعرض والمؤتمر كان بسبب الأهمية الناتجة عن التقاء كبار مزودي الخدمات الأمنية والدفاعية مع كبار المسؤولين في القطاع العسكري وتبادلهم للرؤى والأفكار حول تطورات الصناعة وأبرز مستجداتها وكيفية تطوير الشركات فيما بينهم. وأضاف سمو أنه لطالما كان الحلم كبيرا لكن الواقع بات أجمل بعد النجاح اللافت والمنقطع النظير للمعرض، إلى جانب الحلقات النقاشية التي دارت ضمن مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط والتي جمعت نخبة من كبار القادة العسكريين والمتحدثين المتخصصين في الشؤون الاستراتيجية والسياسية. من جهته أعرب الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عضو اللجنة العليا للمؤتمر على أن مملكة البحرين هي قوة سلام تدعو وتساهم في إحلال السلام والاستقرار في العالم، وأن اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أدركت جيدا أهمية التحالفات العسكرية لإحلال الأمن والاستقرار في العالم بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لذلك قررت أن تعقد معرضها ومؤتمرها الأول بالشراكة مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحلف شمال الأطلس الناتو، والتي لاقى صدى إقليميا ودوليا باهرا، يدعو إلى التفكير والتحضير من هذه اللحظة لتنظيم النسخة القادمة لمعرض البحرين الدولي للدفاع.